بسم الله الرحمن الرحيم. اللغة الإنجليزية في الفقرة إن شاء الله سنرى بعض المواد التي نستجلبها من الطبيعة. إذا نتكلم عن natural substances، إذا نتكلم عن مواد طبيعية natural substances. ما شو هي substance؟ natural substances. إذا نتكلم عن natural substances، هذا الطي تقرأ كأنها ch ch natural. natural substances. من أول هذه الأشياء طبعا نتكلم عن the sand. the sand. the sand. the sand. the sand. إذا المقصود بها؟ رملة. الرمال. إذا نتكلم عن الرمال. فرنسيا نسميها لو سابل. لو سابل. إذا نتكلم عن لو سابل. لو سابل المقصود به الرمال. the sand. the sand. إذا ثم عندنا the stone. 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 La pierre. La pierre. يعني الحجر. الحجر أو الصخر إلى آخره. ثم عندنا كلمات. Water. 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 كي اللي تقراها water. water. إذا نتكلم عن water. water يعني الماء. لو أو نتكلم عن ليزو أو نتكلم عن ليزو يعني المياه. طبعا كي اللي تنطقها water كما عندنا هنا. طبعا إذا أخذنا بالخصوص النطق البريطاني وهناك من ينطقها water وبيا water. water كأنه ينطق هذا الطي قريبا من الدي water أو water، خاصة كما في النطق الأمريكي. إذا نتكلم عن the water. 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 water. the water. the water. إذا نتكلم عن ليزو وبيا لو الماء أو المياه. ثم نتكلم عن domain. 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 domain المقصود به المنجم. minerals المقصود بها المعادن. minerals. the minerals. إذا نتكلم عن المعادن. the minerals. the minerals. the minerals. the minerals. the minerals. في حالة المعادن نتكلم عن the minerals. the minerals. the minerals. إذا كما قلنا the mine. the mine. إذا نتكلم عن المنجم. the mine. ثم عندنا كلمات the sea. 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 the sea المقصود به البحر. البحر. la mer. la mer. الآن نضيف على هذه الكلمة the sea نضيف على shells. الآن نأخذ كلمة the sea ثم نضيف على shells فنحصل على the sea shells. 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 علاش لي ما قريناهاش the sea shells؟ علاش لي ما قريناهاش the sea shells؟ إذا أردنا أن نقرأها the sea shells شنو اللي خاص يكون عندنا في مكان S؟ خاص تكون عندنا سي. the sea shells شنو المقصود بها؟ هما الصدفات لي كوكياج. the sea shells نتكلم عن مجموعة صدفات كما نلاحظ في الصورة. عندنا مجموعة صدف كما في اللغة الفرنسية نقول لي كوكياج. ثم عندنا هاد مجموعة الفطريات التي تسمى مشرومز. 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 بالفرنسية نسميها بابيون. ماشي بابيون. نسميها شامبينيون. شامبينيون. عندي تسمى شامبينيون. بالفرنسية نسميها لو شامبينيون. لو شامبينيون. لو شامبينيون. لو شامبينيون. لو شامبينيون. مشرومز. 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 طبعا رومز المقصود بها غرفة. غرف. رومز المقصود بها غرف. روم المقصود بها غرفة. إن شامبا. إن شامبا. لا شامبا. لا شامبا. ثم عندنا الشجرة التي تسمى تري. 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 الشجرة تسمى تري. تري. إذا الشجرة تسمى تري. 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 رقم ثلاثة نقول عنه تري. ثري. 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 يعني ما تنسمعوش ديك تشي
إذن في رقم 3 نقول 3 نقول مثلا 3 little birds قصود بها 3 petits oiseaux 3 طيور صغيرة 3 little birds ثم عندنا هذه الصورة leaf المقصود بها ورق شجر ورقة الشجر leaf of a plant المقصود به النبات leaf ماشي life leaf of a plant ورقة نبات leaf ورقة نبات leaf of a plant على عكس كلمة life نقول leaf وليس life the life المقصود به الحياة the leaf المقصود به ورقة نبات ورقة شجر إلى آخره في المفرد نقول leaf في الجمع نقول leaves إذا نتكلم عن مجموعة أوراق leafy كلمة leaves المقصود بها plural form of leaf كما لو نتكلم عن شكل الجمع لكلمة leaf لكلمة ورقة في plural form نتكلم عن la forme في اللغة الفرنسية المقصود بها الشكل إذا plural form إذا نتكلم عن شكل الجمع of leaf لكلمة leaf التي رأينا والمقصود بها ورقة إذا نتكلم عن leaves إذا المقصود بها أوراق كما لو نقول leafy إذا نتكلم عن أوراق الأشجار أو أوراق النباتات ثم عندنا هذه الصورة بالأخضر تمثل ماذا؟ The grass إذا نتكلم عن العشب The grass ثم عندنا The flowers المقصود بها الورود الأزهار مقصود بها الأزهار أو الورود نقول باللغة الفرنسية les fleurs نقول flowers ثم عندنا a bush المقصود بها هي واحد الغابة صغيرة تتكون فيها نباتات أشجار إلى آخره كما نتكلم عن دول الأدغال مجموعة أشجار متكاتفة يعني أنها تنمو بكثافة إذن هنا نتكلم عن دغل أو نتكلم عن مجموعة أشجار تنبت في مكان معين بمعية نباتات أخرى إذن نتكلم عن أباش بعدها عندنا A plant وماشي أيضا A plant ومعناها النبتة ومعناها نبتة ومعناها نبتة ثم عندنا wave إذن عندنا كلمة wave إذن المقصود بها وحياة موجة المقصود بها موجة إذن المقصود بها موجة la vague إذا نتكلم عن la vague يعني الموجة ولكن في اللغة الفرنسية نتكلم عن الموجة يعني نتكلم عن la vague ولكن هاد wave في الجمع نقول waves إذا المقصود بها الموجات إذا ممكن أن تعني موجة البحر وممكن أن تعني موجة الصوت في هذه الحالة في اللغة الفرنسية نتكلم عن les ondes إذا نتكلم عن الموجات الصوتية أو نتكلم عن les ondulations يعني التموجات أو نتكلم عن l'ondulation أو نتكلم عن التموج اللي بغيت نقول هنا كلمة wave ممكن أن تعني la vague يعني الموجة في اللغة الفرنسية la vague تعني موجة البحر فقط فهمتي؟ نتكلم عن موجة البحر أساسا ولكن أيضا كلمة wave في اللغة الإنجليزية عندما نقول wave وبها waves في الجمع عندما نقول wave وبها waves إذا نتكلم عن موجات
هنا موجات كما في اللغة العربية ممكن أن تعني عدة أشياء، ممكن أنها تعني عدة موجات، نتكلم عن موجات البحر، نتكلم عن موجات الصوتية إلى آخره، أو التموجات إذا نتكلم عن موجات. في اللغة الإنجليزية نفس الشيء، نتكلم عن wave أو bien waves إذا نتكلم عن موجة أو موجات، وتعني عدة أشياء منها موجات البحر، موجات الصوتية أو تموجات إذا نتكلم عن wave أو bien waves. في اللغة الفرنسية كل حاجة عندها اسمها، الموجات البحر تسمى la vague أساسا، إذا la vague أساسا تعني موجة البحر، l'onde أو bien les ondes نتكلم عن الموجات الصوتية، أو نتكلم مثلا عن l'ondulation أو bien les ondulations إذا نتكلم عن التموجات. إذا لاحظت الفرق، نتكلم عن waves أو bien wave هذه تنعني بها جميع الموجات سواء كانت ديال البحر أو الموجات الصوتية. في اللغة الفرنسية نتكلم عن les vagues نقصد بها أساسا موجات البحر، في اللغة الفرنسية نتكلم عن les vagues نقصد بها أساسا موجات البحر، ممكن أن تأتي في معاني أخرى مجازية لكن أساسا نقصد بها موجات البحر les vagues. أما موجات الصوت نتكلم عن les ondes أو بها les ondulations. أما في حالة موجات الصوتية نتكلم عن les ondes، أو نتكلم عن التموجات في اللغة الفرنسية، وهنا نتكلم عن les ondulations. les ondulations. ثم عندنا soil. شنو المقصود به؟ للصول. شنو هو للصول؟ هو التراب. للصول المقصود به التراب أو الأرض. إذا نتكلم عن للصول، إذا نتكلم عن أشياء تأتي من الطبيعة، ومن الأشياء التي تأتي من الطبيعة the soil. إذا نتكلم عن تراب أو الأرض. لكن في حالة أخرى the soil ممكن أنه يعني العطاش. العطاش يعني الوسخ. ممكن أن الإنسان يصاب بملابسه ببقع مثلا من الأوساخ تسمى the soil، كأن يمسه الوحل. إذا نتكلم عن the soil. أيضا نتكلم عن les ordures. نتكلم أحيانا عن les ordures، نتكلم عن النفايات، نتكلم عن النفايات أو الأزبال، إذا تسمى les ordures. ممكن أننا نسمى أحيانا the soil. وأخيرا عندنا the sky. المقصود بها c'est le ciel. سماء. le ciel. the sky. le ciel. le soleil. إذا le ciel هو السماء، le soleil الشمس. إذا le soleil باللغة الإنجليزية ماذا نسميها؟ الشمس هي the sun. إذا نكتفي بهذا القدر، حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.